مذكرة التفاهم التي أمضيناها اليوم بين شركة سوناتراك وهونيويل، الذي يعتبر من أهم موردي الأنظمة لسوناتراك، وهو متعامل تاريخي لسوناتراك. تهدف هذه مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في ميدان التحكم في الأنظمة العملية والتشغيلية لكل وحدات الإنتاجية لسوناتراك، وكذلك البحث على أهم التكنولوجيات الجديدة المعتمدة في هذا الميدان، وخاصة تلك المتعلقة بالرقمنة، وهو الميدان الجديد الذي سوف نعتمده وتعتمده كثير من الشركات البترولية اليوم.